حاليا في ختام حلقتنا كما المعتاد رح نطرق باب المنصات الاجتماعية ومنشورات مختارة اللي تحولت لموضوعات الساعة، وطبعا رح نرصد أبرزها. ولما منقول أبرز المنشورات خلال الأسبوع الأخير، كمين فينا ولا تابع الصور اللي تم تناقلها فعلا ومقاطع الفيديو أيضا من حادثة لاعب الدنمارك كريستيان أريكسن اللي سقط فجأة وأغمى عليه على أرض الملعب خلال مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا. وأكيد مصطفى يعني المشهد كان يحبس الأنفاس من جانب، ولكن من الجانب الآخر كان بمثابة درس في الأخلاق. بالفعل حادثة أريكسن كانت درس في القيم الأخلاقية، يعني اللاعبين في الصور عم نشوف اهتموا باحترام خصوصيته في هذه اللحظات الصعبة، وحاولوا منع تصويره وهو فاقد للوعي خلال محاولات إنعاشه من قبل الطواقم الطبية. من المهم أنه اليوم أو مبارح بالتحديد تم يعني نشر بوست من خلاله قام أريكسن بطمأنة معجبيه ومحبيه وشكر زملائه وأيضا الناس أو الجمهور حول العالم على دعمهم ومؤازرتهم خلال هالمحنة، وأوصاهم أو أخبرهم أنه هو بصحة جيدة. وإلى فيديو آخر اللي كمان هيك تصدر يعني الشبكات الاجتماعية، وهو فيديو للصحفية والناشطة من تمر الجليل صابرين دياب اللي رفعت العلم الفلسطيني في القدس، والنتيجة كانت متوقعة لأنه العلم الفلسطيني أيضا مستهدف. لكن بالحقيقة لما بنحكي عن يوم مسيرة الأعلام اللي كانت في منتصف الأسبوع واللي خلالها تم أيضا محاولات التضييق على الفلسطينيين وأبناء القدس أينما كانوا من الوصول إلى باب العمود ومناطق أخرى في المدينة، صابرين رفعت العلم الفلسطيني كما قلت يا عفاف أمام الجنود، وتم الاعتداء عليها ومصادرة العلم. تابعوا هذا المشهد. خلاص خليه ياخذه، خلاص المهم مرتفع، مش مشكلة تقلعيش تقلعيش، روح زيح 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 شاب شاب طيب العلم الفلسطيني مستهدف، وشفنا كثير فيديوهات هذا الأسبوع هيك من هذا القبيل، اعتداءات لمجرد رفع العلم بباب العمود أو في مناطق مختلفة في القدس وأيضا في كل مكان مش بس في القدس. رفع العلم يتم الاعتداء عليه، ولكن كريستيانو رونالدو رفع الكولا من أمام المشهد في مؤتمر صحفي وأثر ضجة كبيرة، سخر من عبوة المشروبات الغازية وقال رفع قنينة المي وقال المي أفضل بهذا المعنى، والتأثير اللي كان اقتصاديا على شركة كوكاكولا يعتبر كبير خلال ليلة واحدة أو ساعات قليلة، يعني شو بيقولوا الأسهم تبعت الشركة يعني انخفضت بشكل كبير، 4 مليار هي الخسارة اللي كانت خلال ليلة. قديش متوقع حدا مثل رونالدو أنه يعني يأثر، بالذات إذا ما قلته عن جد تتعلق بنهج حياة صحي وسليم وهو أيقوني بهذا لو كانت بيبسي محطوطة قباله ما كانش كان يعني بالنهاية لو مهتم للصحة، ولكن أيضا هناك هدف تجاري. نتابع هذا المشهد اللي تناقلوا بكثافة في المنصات الاجتماعية خلال الأيام الأخيرة. كوكاكولا مصطفى، وإن كان الهدف تجاري أكيد رونالدو بيشربش مشروبات غازية وفعليا المي يعني أفضل. وعلى فكرة على ذكر رونالدو، بتعرف قديش في متابعين على صفحته بإنستغرام؟ قديش؟ أضرب عدد. قديش؟ 299 مليون. مليون. لا فيش أمل يكونوا 299 مليون. بكل الأحوال مع هذا الفيديو نصل إلى ختام حلقتنا الليلة من الباب على الباب، حلقة اهتمينا خلالها نسلط الضوء على عدد من القضايا الإنسانية، المبادرات الشبابية والاقتصادية وأيضا العروض الفنية والثقافية. طبعا وهيك كانت حلقة غنية ومتنوعة، وبفكر أنه كان في قاسم مشترك ما بين كل الفقرات، فعليا بكل فقرة كان في رسالة إنسانية، على أمل أيضا أنه تكون وصلت لكل من تابعنا في هذا العدد. وهيك نلتقيكم أسبوع القادم مع ضيوف جدد، فقرات أيضا جديدة وحلقة جديدة من برنامج الباب على الباب. إلى اللقاء. إلى اللقاء.